هذا الميدان. نتابع معكم مجريات هذا الشوط ونتابع التحدي والإثارة. وهنا على الصدارة وعلى المركز الأول من يفتتح الصدارة مولع من هجن العاصفة، من يأتي على الصدارة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الحذر على المركز الثاني، ثم شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد وشاهين على المركز الثالث، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري وشاهين على المركز الرابع، لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي في تضميره. وهنا سلود يأتينا على المركز الخامس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان لغويص، بينما المركز السادس مرعب على المركز السادس، سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي لعويسي، وسابع المراكز يتواجد سلهود لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف اللحج الهايري. وعلى المركز الثامن لمح البصر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وتاسع المراكز حشيم من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي. وعلى المركز العاشر الحذر على المقدمة على المركز الأول، سلالة الحذر وإنتاج منطقة الصفا هنا على المقدمة على المركز الأول، سلالة هملونية غنية عن التعريف. ها هو الحذر تشاهدونه على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ويا ما علقنا على أبوه وهو منطلق، منطلق في الصدارة، منطلق بالفوز، منطلق بالناموس، منطلق بالإنجازات العديدة والعديدة والعديدة. ها هو الحذر هنا على صدارة وعلى المركز الأول، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية للمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني. مشاهدينا الكرام سلهود وحشيم في المركز الثالث، الهجن الرئاسة المركز الرابع، سراب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن مكتوم المركز الخامس، وصل هنا شاهين سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظة الوصول إلى خط النهاية من قبل الحذر قاطع المسافة في 9 دقائق 34 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، والتهانية لأحمد بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز المميز للحذر. بينما المركز الثاني من أتانا على ثاني المراكز هنا أيضا ولحظة وصول سلهود إلى المركز الثاني من هجن الرئاسة وبتوقيت من 9 دقائق 41 ثانية 8 أجزاء من الثانية، حشيم من أتى على المركز الثالث أيضا من هجن الرئاسة ب9 دقائق مشاهدينا الكرام و42 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا تهانينا لعيسى بن أحمد بن مطر بن مايد لخيالي، تهانينا والناموس.